هو في الحقيقة في أكتر من سيناريو، بس أنا هقول لكم على الأرجح فيهم. يا إما خطفوه عشان عملية نقل نخاع شوكي، يا إما زرع أعضاء. زرع أعضاء؟ قصدك إيه؟ يعني ممكن تبقى زرع كبد، أو عملية زرع قلب، أو زرع كلى. يعني إيه؟ هما إزاي هيعملوا في ابني كده؟ استني بس يا غدا لما نفهم. كمل يا نادر. لو عملية نقل نخاع شوكي فالعملية نفسها ما فيهاش خطورة على ياسين. أنت بيكتب عليا مش كده؟ أنت بتكذب عليا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتتكلم يا نادر، ساكت ليه؟ 8 بقت 9 و9 بقت 10 و10 بقت 11 ودلوقتي 12 الا ثلث، لا جه ولا بيرد على التليفون، يكون اتنصب علينا؟ لا يا خالد لا، الناس هنا ما بتعملش كده خالص. يا رب. يو يا غالي ده مش وقته بقى خالص. هات انا هرد عليها. الو. Terribly sorry for being late. I was trying to get some more information. No problem, have a seat. بقول لك هياخدوا النخاع الشوكي بتاع ياسين واحتمال كليته. هيموتوه يا كريم. هما مين دول اللي هيموتوه؟ كريم اديني تليفون. في ايه يا غدا؟ هيموتوه يا خالد. مين اللي هيموت مين؟ في ايه؟ غدا من فضلك هاتي التليفون. غدا لو سمحت هاتي التليفون. ايوه خالد، انا سامي. ايوه سامي، في ايه؟ احنا كنا عند نادر قريب شهيرة، وقال في الغالب ان الموضوع ليه علاقة بزراعة الأعضاء. زراعة أعضاء؟ أنت بتقول إيه يا سامي؟ لما سامي خليك جنبها ما تسيبهاش، وأنا نص ساعة وهرجع أكلمك. سلام. Sorry, forgive me. Our money is not in Cyprus. What is he? Last year he visited 8 countries. One of them was Egypt. But first, let me tell you who this man is. Mark comes from a middle-class family. His parents used to run a small restaurant in Larnaca. He has only one sister, 3 years older than him, and she's married to a tennis player, who is now a professional coach. When he finished school, he joined the Cyprus Army. I don't care about all what you're saying. Where is he? يا خالد، خلينا نسمع لغاية الآخر بس. Please continue. He left Cyprus a while ago. He works in America. He was in Egypt recently. With who? First, let me speak. يا خالد، يا خالد مش كده. Please. Mark works for a well-known weapon company. And they do good business in the region. Where is Mark now? Please. Probably in Haifa. Haifa? يا نهار اسود. إسرائيل؟